لو بيدي رجع واحد من البرايم اكيد ما يبي له واحد اثنين اخوي، واللي انا وياه كل شوي نضحك سوا ونطقطق سوا ومقالبنا سوا. البطل نواف عقاب. لو ارجع واحد من اخوياي كلهم غاليين طبعا، لكن لو بختار سعود المكاحلة. السبب لاني اشوف عنده ماده قويه باقي ما طلعها، فانا اثق في الشيء اللي هو بيقدمه او اللي راح يقدمه، فاشوف انه من الظلم انه يطلع الان وهو باقي عنده ماده قويه انا اعرفها يبدح باقي ما طلعها. لو بيدي ارجع واحد من اخوياي اللي في البرايم نوف الشهراني، والسبب انا متواجد معه عن قرب واعرف عنده باقي الشيء الكثير اللي ما قدم. الاسماء اللي في البرايم ودي انه يطلع من القريه، ما يبي له واحد اثنين. السؤال هذا انتظره من زمان. ماجد النفيعي، حركته كثيره، مزح ثقيل اخي، اقول له اجلس يقوم، اقول له قم يجلس، يعني ما ادري هو عباطه استهتار، لكن فاله التوفيق. اللي اشوفه يستاهل يطلع من البرنامج، شوف هذا شوي سؤال محرج، لكن دائما في المنافسه تبحث عن الشخص اللي ينافسك. شوف المحبه والغلاء بعيد عن المنافسه، احنا في منافسه ومصاق الحصن، فدائما تختار الشخص اللي تحس انه يمكن ينافسك من غير قصور في الباقيين. فأنا أشوف نواف المخلفي من الأسماء اللي رتمها تصاعدي ويمكن ينافسني جدا، فلو استبعده يمكن يريحني أكثر. من بين الأسماء اللي في البرايم وأشوف أنه يستاهل أنه يطلع ماجد النفيعي. سبب أن ماجد النفيعي أتوقع أنه شخصية قدم اللي عنده ووقف، تقريبا من 3 أسابيع ما قدم شيء زيادة. أتوقع اللي بيصوت ضدي لا وقفت ممكن ابداح سلطان ال سعد، علي هادي، جبر، ممكن هذول اتوقع يصوتون ضدي لاني افضل من ابداح، وابداح يحاول انه ينافسني على الشعر وينافسني بالصوت، فلن يقدر إبداح منافستي، فبتكون فرصة له على طبق من ذهب. من أتوقع يصوت ضدي من المتسابقين أتوقع عبد العزيز المغيري، شخص يتمنى أن الجو يصير خالي له الحالة، لأن أتوقع أنه ما يرى منافس له إلا ماجد. أتوقع اللي بيصوت ضدي من المتسابقين أول واحد نواف عقاب. سبب يعني في بداية البرنامج صار بيننا خلاف، يعني خلاف أخوي، ف أتوقع أني بيكون الصوت الأول نواف عقاب، واختلاف الرأي لا يفسد للود القضية، وأتوقع صوت الثاني اللي بيصوت ضدي سلطان الآل سعد، كان بيننا كذا قوة في الكلام وتحدينا شوي في الكلام أكثر من مرة، جلسنا تحت البث صالحنا وتعذرنا من بعض، فيمكن لا زال شايل بخاطر علي، فممكن يكون الصوت الثاني سلطان الآل سعد. والله شوف ما أتوقع حد يصوت ضدي، ولكن في شخص معين بما ان بيني وبينه بعض المشادات وبعض المزح وكذا، فعلي نبدا. اللي انا اشوف يستاهل يطلع من القريه يمكن نواف الشهراني، هذا اتوقع او اشوف انه لو يغادر افضل. السبب انه رجال ما قدم، ورجل شحيح بصوته وموهبته، فما اتوقع انه يخدم عمره في الايام الجايه، لو يغادر افضل. اللي يستاهل انه يطلع من القريه من اخوياي اللي في البرايم اتوقع انه نواف الشهراني، لانه مقصر كثير في البث ويحب النوم، واتوقع يروح لاهله افضل. بصراحه اتوقع اللي يستاهل يطلع بدون اي مجامله نواف مخلفي. نواف فرط في نقاط كثيره، تغيب عن البث لساعات كثيره، تغيب عن الصلاه لمده كثيره او اكثر من 2-3 اليوم، أتوقع هو اللي يستاهل والأقرب يعني. والله شوف في ناس قدموا أشياء وفي ناس باقي عندهم أشياء بيقدمونها، لكن أشوف اللي يستاهل إنه يطلع وقدم اللي عنده ضيف الله العتيبي.